وقفات احتجاجية متتالية يقوم بها سكان بعض أحياء مدينة مغرب المسيلة أمام مقر الجزائرية للمياه، مطالبين بتزويدهم بالمياه الصالحة للشرب والتي أصبحت حسبهم حلما للسكان الذين أقدموا على غلق مقر الشركة رافعين عدة مطالب. وهذه الشركة ما عندها فاسوبال، هذا مكان كما تسلكش جيت لتروح كل عدلة، ما عندها والو هذه الشركة، ما نقبلوهاش نهائيا، خلاص ما نحتاجهاش، خلاص خلاص خلاص. شاتينا الماء شتيناه في عز الصيف في عز الشتاء، البلدية اللي نقضتنا نقضتنا البلدية تجبد الآبار تجبد فيهم البلدية، لكن هذه المؤسسة هذه تجي تعرف تسلك بالك، تعرف تجيب تجيب الفاطر وتعرف تسلك، هذا ما تعرف تدير. المناطق البعيدة شوية النائية تلحق ل 120,000، أنا في الحضر نشري فيها ب 70,000. السيتيرنا تاع الماء واش ندير بشبكه المياه؟ كي تخسر لي انت ملايير في شبكه المياه وتجيني شركه المياه تبعث لي فاتوره ولا سي تبع فيها تسلك سينو متابعه قضائيه، وما لقيناش وين نروح، نطالبوا بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. هي اذا وقفات احتجاجيه متكرره امام مؤسسه عموميه تسير بامكانيات بشريه وماديه منعدمه، بدليل قطع التيار الكهربائي على المقر منذ شهر كامل من طرف شركة سون الغاز بسبب الديون المتراكمة على الشركة والتي أدخلت الإداريين في عطلة وعطلت مصالح المواطنين.